يا صباح الإبداع وأبداعات سيدات الكويت في كل المجال. اليوم ضيفتنا في هذه الفقرة أبدعت في مجال الفن وعندها إصرار كبير على التميز والتفاؤل والنجاح. فعلا قدرت تترك بصمة واضحة في مجال الفن التشكيلي ورفعت اسم الكويت في كل المحافل الدولية. اليوم معنا الأستاذة سمر الرشيد البدر. حياك الله، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا في شاي الضحى. يا هلا فيكم وصبحكم الله بالخير وهالكويت والكويت بخير وامن وامان ومزيد من يا هلا فيك استاذة. استاذة سمر، راح نتكلم عن لوحات والجوائز اللي حصلتيها من خلال فنك، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير. يا صباح الابداع، ورجعنا مع ضيفتنا الفنانه التشكيليه المبدعه. استاذة سمر، في البداية نقول لك ألف مبروك جائزة الدولة التشجيعية عن الفن التشكيلي وتحديداً الرسم، ولوحة مميزة تحت عنوان الياسمين المفقود. تكلمينا عن هذه الجائزة وعن اللوحة تحديداً. طبعاً جائزة الدولة التشجيعية هذه من أهم الجوائز اللي ينالها الفنان بحياته ومسيرته، يعني تعتبر نقطة مهمة جداً يرتكز عليها الفنان لأنها تعطي دافع، يعني لها جانب معنوي مهم جدا في سيرته الذاتية، وتعطي دافع مهم يعني في حياته إنه يقدر يقدم المزيد، ومؤشر على أن الحمد لله هو ماشي في اتجاه سليم. يعني ممكن يكون له إضاءات معينة وإضافات يقدر يضيفها. طبعا أمنيتنا إحنا كفنانين إن إحنا نقدر نقدم شيء يكون مميز، يعني ويخلينا يأهلنا أن نقدر يعني نحصل على شرف أن نقدم نخدم هذا البلد، نرفع اسمه بأي مكان بأي طريقة ولو كان شيء بسيط. يعني الجائزة التشجيعية، الجائزة الدولة التشجيعية هذه المرة أخذتها عن عملي الياسمين المفقود، وكانت هي عن دولة سوريا، وهي من عمل واحد قدمت فيه أنا دراسة كاملة عن مجموعة أعمال عن دول محيطة فينا اللي تأثرت في الحياة وفي يعني الظروف اللي مرت فيها. ومجموعة الأعمال هذه سميتها مدن عريقة في زمن التغيير، يعني من ضمنها اليمن ومن ضمنها ليبيا ومن ضمنها سوريا ولبنان، وحتى في بلاد حتى في داخلنا، حتى من بالدول حتى داخل الكويت يعني. يعني هذه حاولت اني حتى بس في نفس الوقت ما تخليت عن عنصر الجمالي في اللوحه طبعاً. على اساس انه يعني يظل في روح الامل وروح التفاؤل اني اقدر اقدم شيء، يعني اظهر انهم لا زالوا مدن عريقه في زمن التغيير وان كان في هناك تغيير في شيء وايد حلو. دائما الفنان يكون حساس ويحب انه يوصل مشاعره باي طريقه، لو كان حتى باللوحه يكون شيء معبر يوصل. والله هذا اللي نتمناه، يعني نحاول نوصل له يعني ان شاء الله. بالنسبه لك استاذ، الفن التشكيلي شنو اهميته بحياتك؟ اولوياته شنو بالنسبه لك؟ يعني هو صار هو محور حياتي حاليا، يعني من زمان من بديت مسألة الفن التشكيلي واخذت الموضوع بجدية، يعني استقلت من الشغل دوام وتفرغت له تماما، يعني بديت بالدراسة أكثر وبالبحث أكثر وإني أدرب نفسي وأتعلم. يعني فقضيت فترة يعني يمكن 20 سنة من عمري وأنا بس أتعلم وأدرس ومجلات أشترك في مجلات أجنبية، أخذ دورات بالخارج، يعني قدر استطاعتي إني أنمي قدراتي وأنمي ثقافتي. يعني هو بعد هو ثقافة، يعني الواحد مو بس تقنيات أو إنما هي بعد أيضا الواحد يتعلم أشياء ثقافية يعني تزيد من قدراته. يعني أنا لاحظت من خلال الحديث أستاذة سمر في لوحات قاعد تناقشين فيها قضايا مهمة، قضايا مدن، فحلمنا الفنان فعلا يكون صاحب رسالة يقدمها للمجتمع لكن بنظرة تفاؤلية ونظرة جمالية. يعني يمكن وايد أشخاص حاطين في بالهم أن الفن التشكيلي ولا الرسم مجرد رسم وألوان حلوة ويرسم وردة وزرع ومنظر جمالي وبس، لكن الكثير أيضا يجهلون أن في عمق في هذه اللوحات وفي رسالة. هو لا شك يعني الفن التشكيلي هو وسيلة تعبير، يعني الفنان مثل الشاعر اللي يكتب قصيدة، المؤلف اللي يألف روايات، ويعني فهي وسيلة للتعبير. فحسب نفسية الإنسان حسب الفنان تلقين لوحاته تنطبع، يعني هو كل ما كان صادق
مع العمل، تشوفين الأعمال إذا كانت فيها يعني مآسي أو فيها عذابات، لكن بنفس الوقت يعني أنا بالنسبة لي كان دائما رسالة المحبة والسلام، يعني أحاول أني أنشرها من خلال أعمالي، وأن يعني وفي نفس الوقت فيها روح شرقية، يعني لأن أنا ما أهتم في الرموز الشرقية أنها تكون متواجدة في أعمالي أيضا، لأن تعطي انطباع معين. يعني نبي نشوف إبداعاتك الحلوة هذه، ومشاهدينا في تقرير راح نشوفه ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا مع ضيفتنا المبدعة الفنانة التشكيلية سمر البدر. أستاذة سمر، يعني كل فنان له أجواء الخاصة وطقوسه الخاصة لما يبلش يرسم لوحته، يعني مثلا أكيد هذه الأجواء الحلوة في الحديقة توحي لك كذي بلوحة وأفكار حلوة. يعني نوعا ما، بس أنا مو طبيعي يعني أرسم من الطبيعة، يعني في فنانين يرسمون من لاندسكيب أو هذه الأمور، أنا لا، عادة أحب أرسم بالمرسم، داخل المرسم يعني في مكان، في مكاني وأجوائي في بيتي، يعني في مرسمي. بس وأدواتك دائما محتفظة فيها، ممنوع الاقتراب منها طبعا في البيت. يعني إيه، لا مرسمي خاص متسكر، وما يعني ما حد يدخل أكيد يعني كل واحد كل فنان مثل ما قلتي لا طقوسه ولا طريقته. الأفكار اللي ببالك للمعرض الجاي، أكيد معرضك الجاي حاطة ببالك إنه يكون له فكرة معينة حق كل اللوحات، ولا كل لوحة راح تكون لها فكرة خاصة فيها؟ والله لا، هذا معرض مدن عريقة في زمن التغيير، إن شاء الله راح يكون افتتاحه يوم الأحد القادم 22/1 في جاليري شهري، ومن ضمنها اللوحة هذه الياسمين المفقود راح تكون من ضمن المجموعة، لأن المجموعة شاملة هي كاملة. حلو. فإن شاء الله بس نشوف ردود الفعل ونشوف الحضور ونشوف آرائهم، ويعني أتمنى أن يصير في تفاعل، لأن الفنان يتمنى يعني هذا التواصل مع المجتمع ويشوف رأيه يعني. يعني أتمنى حضوركم، إنه يعني يشرفوني بالحضور ونشوف يعني ردود فعلهم بالمعرض إن شاء الله. أستاذة سمر، يعني بحكم أنك خذيتي دورات كثيرة يعني في بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا أيضا، لابد أنك تأثرتي في مدرسة عالمية أو فنان عالمي. يعني هو تأثرنا الفنانين أكيد، يعني في المراحل تعلم الواحد يتعلم، بعدين في البدايات لازم يتعلم المدارس تقريبا كلها أو يدرسها على الأقل كلها، يعني الكلاسيكية والسريالية يتعلمها، أمه لازم يشتغل فيها بس يعرفها شنو هي، بس الكلاسيكية والمبادئ لازم يتعلمها في البداية، هذه المراحل كلها كل الفنانين تقريبا حاليا يعني لازم يبتدون فيها. لكن بعدها الحين حاليا في الوقت المعاصر صار الفن عبارة عن فن الفكرة، فن التعبير، فن هذا، فما عاد في مدرسة الكلاسيكية أو المدرسة، يعني صار انتهت هذه المدارس، صار هو الإحساس. أنا بالنسبة لي مدرستي يعني أني أكون صادقة جدا مع عملي، أرسم شيء اللي أحبه، فكل ما كان العمل صادق وتشغلين بحب أكيد راح توصل هذه الأحاسيس والمشاعر للمتلقي. طبعاً أستاذة، الأشياء الحلوة اللي قاعدة تسوينها هذه عشان الواحد ينشرها دائماً، محتاج إنه يكون متواصل وسائل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا. نعم. يكون عندك يعني نشاطاتك، شنو أضافك السوشيال ميديا وهل ساهم في انتشار الأعمال هذه؟ يعني بالنسبة لي أنا طبعاً الحمد لله، يعني من بدايات ما ابتدى النت وهذا كان عندي موقع samarlbadr.com، وأخذت من هذا الموقع من هذا التواصل، فبدأ يعرفوني برا بالخارج، فالحمد لله شاركت في بناليات، شاركت بناء على التواصل الاجتماعي. الحين حاليا الفنانين ما يحتاجون جاليريز ولا يحتاجون قاعات، هم قاعاتهم مواقعهم، ممكن يشتغلون من خلالهم، يعرضون أعمالهم، يصير في تواصل. بالعكس وايد فتح مجال كبير للهواة يعني يقدرون يسوقون أعمالهم، ينشرون أفكارهم طبعا. بس إنه يهتمون إنه يكون هذه الفكرة يعني مسؤولة، يعني الفكرة مسؤولة، بمعنى إن إحنا نهتم إن يعني هذه الفكرة ما نخليها تكون إيجابية للمجتمع للفرد، ما يعني ما نحط أي شيء يعني. أكيد. نعم. كل الشكر لك أستاذة سمر البدر، فنانة تشكيلية مبدعة. إحنا نفتخر إن عندنا سيدات يعني في الكويت عندهم هذا المستوى العالي من الإبداع والإصرار على التميز والنجاح في مجال الفن التشكيلي. شكرا لك. وأنا شاكرة لكم حضوري ومعاكم بالتلفزيون الكويت، وشرف لي والله. يعطيك العافية، استمتعنا وياك وايد اليوم. أنسام، يعني راح ننتقل من عالم الفن والرسم
إلى عالم أيضاً يهم المرأة اللي هو الأتيكيت والاهتمام بالمظهر. هذا عاد ضروري، الأتيكيت عندنا ضروري، بس مو الأتيكيت بس اللي قدام الناس ومن وراء الناس يطلع شيء ثاني، لا، الواحد لازم يكون محافظ فعلا، لازم يحافظ على هذا البروتوكول سواء بينه وبين نفسه وأيضاً إقبال الناس. إحنا علشان كذي قررنا أن نخصص فقرة لكل سيدة قاعد تابعنا، هذه الفقرة تتكلم عن الأتيكيت والاهتمام بالمظهر مع خبيرة الأتيكيت والمظهر عبير أشقر.